مرحبا. خلصت الانتخابات ومثل ما وعدت بآخر فيديو عملناه من بعد الانتخابات ما خلصت انه ممكن رح يكمل ورح يكون عندنا حلقات جديدة ورح يكون عندنا مواضيع كتيرة نبحثها، خصوصي انه الأزمة بلبنان عم تستفحل وفكرة ممكن هي انه ممكن نلاقي حل لكل شيء، ورح نكون عم نطرح أفكار. مش دايما هالأفكار هي العصا السحرية، بس هيدي أفكار جدية، هيدي أفكار عم نقشها مع خبرة نقينيهن على الطبلية مثل ما بيقول المثل، كتير شاطرين بالشغل تبعهن، بالفيلد تبعهن، بالسبيسياليزاسيون تبعهن. ومنحب دايما بيكون عندي أنا مثلا أفكار بحب أتناقشها أنا وياهن ونشرك العالم كله أنه ممكن نحل مشاكلنا كلها، ما في شيء عصي على الحل لما بيكون في نية سليمة. اليوم عندي ضيفة كتير عزيزة على قلبي، دكتور ليال منصور، إشراكية، هي كمان رفيقة بتحالف وطني، نحن بننتمي لنفس المجموعة السياسية. واليوم عم نحكي شوي عن طريقة شو ممكن نعمل لوقف الانهيار العملة اللبنانية. ليال أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، أنا مبسوطة كتير كون معك اليوم. أنا كمان. اليوم لكتشرر بالأيو وبالUSG وبتشتغلي كونسلتينج كتير، والسبيسياليتي تبعك هي انهيارات مالية. كنا عم نحكي شوي عن كذا بلد من قبل حكيتيني عنهم، بس كمان بحب ألفت نظر اللي عم بيحضرونا، ورح منحط لينك لآخر بيبر عملتيه مع الكونراد أدنهاور ستيفتونج انستيتوت بلبنان، اللي هو اسمه دولاريزيشن كورس. بيبر كتير كتير لذيذ، يعني أنا قريته كله بالتحضير لهيدي الحلقة. ومشان هيك أنا اليوم حبيت أقعد شوية أنا وياك ونحكي عن كيف فينا نوقف انهيار العملة اللبنانية، خصوصي أنه اليوم يلي معه مصاري لبناني مش عارف حاله بعد 10 أيام إذا اللي بيشتروا له إياهن اليوم رح يضلون يشتروا له إياهن. صايرة شوية مثل هاي لعبة الورق، في لعبة الورق بتذكر ناسي شو اسمها، بس انه كان في ورقتين ثلاثة ما لازم يكونوا معك، لازم دغري تتخلصي منهم. صاير فينا بالعملة اللبنانية هيك، انه اول ما بيصير في عندك عملة لبنانية من بين ايديك بدك تتخلصي منها لتقدر تحافظي على ماكسيموم قيمة شرائية لهي. اهلا وسهلا فيك. اليوم بدنا نحكي عن فكرة أنت طرحتيها من زمان وقدمت اقتراح قانون أنت نصحتيها، وأنت عملت الشغل الكبير لبولا يعقوبيان أنه تقدم اقتراح قانون الكارنسي بورد على مجلس النواب. اليوم أنا وياك قلنا جمعة 10 أيام عم نتناقش بتفاصيل كتير مملة بموضوع الكارنسي بورد، وبموضوع انه هل لازم لبنان يعتمد الدولرة الشاملة، يعني نصير العملة المتداولة بدل ما تكون العملة الوطنية اللي هي الليرة اللبنانية، تصير العملة المتداولة هي الدولار الامريكاني. اهلا وسهلا ليال. Thank you. مرسي للمقدمة. وفعلا هذا موضوع لازم أنا لما بحكي عن الدولرة الشاملة أو عن الكارنسي بورد يمكن ما لازم يكون مبتسمة على فكرة، بس يمكن أنا شكلي هيك دايما مبتسم لأنه هو موضوع علاج بطريقة شوي إكستخام، يعني هو علاج مثل ما واحد عم يروح إكزاكتلي كأنه على عملية جراحية، وبستبعد أنه حكيم بيقول لمريض بطريقة مبتسمة أنه بدنا نعمل لك عملية جراحية. مش لازم يكون مبسوطة لما بيقترح هذا الشيء، هذا معناته أنا عم بعترف أنه لبنان فقد الأمل أنه تحسن العملة اللبنانية. وهذا من رأيي ولا وجهة نظر، لأنه بالاقتصاد وبتحليل الاقتصاد بالتشريح بالاقتصاد وخاصة بالعملة ما في وجهة نظر بالعملات. في عندك أنت تراكس، في عندك طرقات، في عندك أنت سيستم، عندك اكشجيت ريجيمز، عندك الطرق تحدد انت وين وانت شو، منعرف شو مشكلتك ولوين رايح بأي طريق رايح. فلبنان مصنف من 50 سنة أقل بشوي، يعني بين 40 و50 سنة من أكثر البلدان المدولرة بالعالم،
والدولرة هي نسب وهي درجات. فأي بلد بالعالم كان بالمرحلة اللي هي المرحلة الرابعة بالدولرة، بكل بساطة ما فيها نرجع لورا. لو أنا بدي خلينا بس نفسي شوي للناس اللي ما بتعرف شو يعني الدولرة، يعني نقطة كتير مهمة، هي عملة مقبولة بالتداول. الدولرة مش معناته بنعمل إمبورت من الخارج. للأسف في بعض الاقتصاديين بيفسروا إنه الدولرة يعني إحنا بنستورد كتير من الخارج، هذا شيء تاني. نستورد شيء من الخارج اسمه استيراد. ولا الدولرة معناته لعملتنا مثبتة على الدولار، لأنه إذا كانت العملة مثبتة على الدولار هي اسمها عملة مثبتة على الدولار، ما اسمها دولرة. الدولرة معناته في بالبلد أقل شيء عملتين تتداول، ممكن يكون في ثلاث عملات أربع عملات، بس بدون ما يكون في قانون رادع إنه ممنوع تستعملي هاي exactly. حتى لو إنه رسميا البلد عنده عملة وطنية، نحن رسميا عملتنا هي الليرة اللبنانية، ولكن بس نحن رسميا ما بنمنع التداول بالدولار. برافو عليك. عشان هيك اسمها unofficial dollarization بالتكنيكال تيرم المضبوطة، هي unofficial لأنه رسميا العملة هي الليرة اللبنانية، ولكن بالتطبيق حتى لما بنحكي، حتى بتحضر انت مسلسلات لبنانية او مسرحيات لبنانية، لما بيحكوا مع بعضهم بيقولوا قد بتقبض كم دولار واخذت معاش جديد وقبضت، فاتت يعني بالنسيج الفولكلور الشعبي exactly. يعني هي عملتنا الواقعية الدولار كأنه هي العملة. طيب. واكثر من هيك اذا بتطلع نسبة العملة نستعملها بلبنان بالنسبة مع الأجنبية، نحن بنستعمل دايما فوق 70% عملة أجنبية. يعني الدولار من هي العملة الوطنية طول عمرنا، التداول اليومي يعني طول عمرنا العملة الوطنية هي الدولار. أما الليرة اللبنانية هي على الورقة والقلم. نحن هيك كبرنا ونحن هيك عشنا وهيك عبرنا عن العملة تبعيتنا. هيدي هي الدولرة. لما بتكون نسبة الدولرة كتير عالية، يعني العملة الوطنية تغلبت على العملة اللبنانية، أوتوماتيكلي دور بنك المركزي صار صغير وصار حتى سيء، صار سلبي، لأنه عم يتحكم بعملة غير موجودة، عم يتحكم بعملة عم تختفي، وما بيقدر بنك المركزي يتحكم بعملة أجنبية، لأنه عملة الأجنبية ما بيصدرها بنك المركزي، بيصدرها غير بلد. فبالتالي بنك المركزي بيبطل عنده efficient monetary policy أو حتى effective monetary policy، ما بيقدر يكون عنده سياسة نقدية منيحة. لهيك الفوائد دايما عالية، لقد دايما نحن منعاتب بنك المركزي، بس ما بيقدر يسيطر على النقد، الكتلة النقدية اللي هي أساسا أجنبية. تريبيا، أنا وعم نحضر لهيدي الحلقة، وعلى فكرة نحن عاملين حلقة من قبل وقت، كنا عم نعمل الأبيزود تبع ممكن مع دكتور محمد بوظاهر عن دور القوانين برعاية دور البنك المصري، البنك المركزي، وشو دور حاكم مصر في لبنان. بدي بس هيك فرجيكي هون، يعني اليوم سؤالي هو طيب نحن وصلنا لهون ليش، وهيدا كنا عم نسأله يا لألو، وهو قال انه اليوم اذا بدنا نجي نطبق القوانين في المادة 70 من قانون النقد والتسليف بتقول انه حاكم المصرف المركزي أو المصرف المركزي بشخص الحاكم تبعه عنده أربع أدوار أساسية لازم يلعبها، يلي هي المحافظة على سلامة النقد اللبناني، يلي هيدا ما أنه صاير، المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، احنا اقتصادنا منهار، المحافظة على سلامة أوضاع النظام المصرفي، ثلاث أرباع بنوكي تبعنا فلسيت، وآخر شيء تطوير السوق النقدية والمالية، يلي اليوم نحن كريدت كارد ما بقى حدا بيستعمل شيء كريدت كارد، ما بقى فينا نعمل أي تداول أونلاين أو شيء هذا، لأنه وصلنا إلى انعدام ثقة تام. طيب اليوم لا شك أنه هالشيء صار واقع، هيدا ما عاد وجهة نظر. يعني اليوم سألي ابن أربع سنين بيقول لك إيه هو للأربعة فشل القوانين عملت بأي سنة؟ هذا قانون بأي سنة؟ هيدا العمل تقريبا بالستينات، قانون النقد والتسليف. طيب هذا القانون عمل بالستينات. شغلة تاني، مين بيصدر اليورو بونز؟ المصرف المركزي ولا وزارة المالية؟ ايه وزارة المالية. طب أنا اللي بدي أحكي شغلة، إذا بنك المركزي بدنا نفسر هدول القوانين مسؤول عنهم البنك المركزي، لشو في عنا وزارات؟ طب نستغنى عن الوزارات، البنك المركزي بيعمل لك محافظة على الاستقرار الاقتصادي، يلا هو بيعمل الترانسبور، بيعمل الكهرباء، بيعمل الزراعة، بيعمل الصناعة، لشو عنا وزارة؟ اكزاكت. هيدا القانون يلي بيعمل فوكس بس على هالشي،
بيفسرها على طريقته، يحمل مسؤولية لبنك المركزي كأنك عم بتبرئ الوزارات. أنا ولا مرة حملت مسؤولية فقط لبنك المركزي، أنا دائما بحمل مسؤولية لبنك المركزي وباقي الوزارات. أنا برفض نحمل المسؤولية. دكتور أبو ظاهر حمل المسؤولية لمجلس النواب، لمجلس الوزراء وللمصارف. أنا بقول لك قبل كل شيء عندك وزارة المالية هي المسؤول الأساسي حتى قبل بنك المركزي، وأنا بقدر فتلك بالتفاصيل. لأنه أساساً بنك المركزي ما في توقيع لرياض سلامي أو اللي كان قبل رياض سلامي أو أي حاكم مصرف لبنان بيمشي توقيعه إذا ما وقع من بعده المفوض الحكومي يلي هو كان مدير عام وزارة المالية أكثر من 20 سنة. فإذا نحن ما فينا نحط المسؤولية على بنك المركزي بلا ما نحمل مسؤولية وزارة المالية. وأساساً بنك المركزي ووزارة المالية هن اثنين أنتيتي صعب كتير انفصالهم لأنهم هن بيكملوا بعضهم 100%. بس أنا كمان أنا اليوم إذا عم بدي أجرب أظهر من هالملغوصة، يعني أنا اليوم رايح على مش انهيار، يعني أنا رايح على مجزرة اقتصادية مالية بالبلد. أنا بدي أجرب وقف الخسارة قد ما فيه، وبدي أجرب حافظ على هالمجتمع قد ما فيه، وخصوصي على صغار المواطنين يلي ما عندهم مدخول بالعملة الصعبة، ويلي مدخولهم باللبناني صار تقريبا نكتة، يعني ما عاد يكفيهم يعملوا شيء. اليوم تنكة البنزين صارت هيدا الموتور، صار بلوة تنكة المازوت صار. وعلى فكرة تنرجع على موضوع الدولرة، انه اليوم نحن مثلا انا بقول لك اليوم على بكرة انا اضطريت ادفع مازوت مشان المعمل عندي دفعته بالدولار. اليوم طلبوا مني الشباب انه بدنا براغي، عايزين عم نركب مشروع محل بدنا براغي، اللي بيبيعنا البراغي ما قبل يقبض باللبناني لانه نحن ما بنفبرك. انا اشتريت مسامير دق على الحيط بالدولار فاذا هيدي كمان من الاسبكتس تبع الدولار الشاملي. بس في شيء كمان بالقانون كمان، وهيدي بحب انك كمان توضحي، مش توضحي او تعطي رايك، لان بدنا نعرف ليش وصلنا لهون، يعني كيف وصلنا لهون. انه حتى بقانون النقد والتسليف في ماده 90 بتقول انه البنك المركزي ما شغلته يمنح قروض للقطاع العام، يعني هالدولة هالقطاع العام هيدا لازم هو يكون عم بيشتغل بطريقة يكون financially sustainable، يعني عم بيجيبوا ضرائب وعم بيدفعوا معاشات ويدفعوا التزامات متوازية مع قديش عم بيلموا ضرائب، يعني تيكونوا هني واقفين على إجريون. إنما اللي بحالات الضرورة عنده في مواد بهذا القانون بتقول إنه يا أخي بحالات الضرورة وصار شيء كتير خارج عن المألوف وقوة قاهرة وكذا بيقدر المصرف المركزي يقرض القطاع العام على أساس إنه يكون درس الملف وكذا، وإنه بده يرجع يردوله المصاري مع الفوائد تبعهم. طيب نحن اليوم وصلنا لهالوضع يلي هيدي مثل الطابة الكاري بالنزلة، يعني وما حدا راكد وراها بحس أنا مرات، يعني طيب شو بدنا نعمل، يعني ليش وصلنا لهون أو أصلا برأيك على السريع، وشو بدنا نعمل تنظهر من هون؟ وصلنا لهون لأنه في سوء إدارة على كل مستويات على كل المؤسسات اللبنانية. برجع بقول أنا بوزع المسؤولية على كل شيء في مؤسسات، يعني نحن عنا أزمة سعر الصرف، أزمة نقدية وأزمة مالية، يعني كل اللي مرتبط بالنقد وبالمال مسؤول. أوكي. يعني بنك المركزي، وزارة المالية وباقي الوزارات، لأنه باقي الوزارات عم تعمل مشاريع غير ناتجة أو عم تصرف أموال، عم تاخد من الموازنة لحتى تصرف على أموال على مشاريع غير ما عم تنتج أو فيها الفساد. فالكل مسؤول من أبسط موظف اللي عم يمرق الرشوات أو اللي عم يمرق المعاملات الخطأ لأكبر أو يلي بيقبض معاش هو ما بيروح على الوزارة مثلا، لأكبر موظف يلي هو كمان عم يكون مسؤول لهالمشاريع الفاسدة والفاشلة. فكلهم مسؤولين، هيدي هي سوء الإدارة. هلأ إذا بدنا نحن نفسر أكتر وين سوء الإدارة وشو نوع الأزمة، بحب فسر إنه أزمات الاقتصادية بتختلف. في عنا أزمة اقتصادية ناتجة عن سوء إدارة بس هي أزمة عقارات، في عنا أزمة مصارف بتكون بيور مصارف، في عنا أزمة سعر الصرف اللي هي ما بتشبه أزمات الباقية. أزمات مثلا أزمات العقارية والمصارف فيها تنحل بعد وقت، بتاخد وقت أكتر حتى لو ما كان في عنا سياسات ناتجة مضبوطة، ما كان في عنا إرادة مثلا لحتى نرجع نصحح الأمور، بتتصحح بعد وقت لوحدها. إلا أزمة سعر الصرف، أزمة سعر الصرف ممكن تبقى إلى الأبد
إذا ما بتلاقي لها العلاج المضبوط. يعني ما فيك تراهن إنه لحاله بيصحح حاله ايه مثل غير الأزمات. أوكي. سعر الصرف عنده منه سيلف ريجوليتنج أبدا، ما بنعمل سيلف أدجستمنت أو أوتو كوركشن مثل غير الأزمات، لأنه بده تغيير نظام سعر الصرف، بده تغيير منظومة سعر الصرف من أوله، وهذا اللي أنا عم بقترحه للبنان. نحن اليوم قلنا هلا انه تقريبا صار في 3 ارباع الاشياء اللي بدك تعمليها ترانزاكشنز بلبنان ما بقى عم بيقبلوا يعملوها باللبناني، عم بده يعملوها بالدولار. امبارح من يومين سمعنا انه بدهم يبيعونا البنزين، تنكه البنزين يعني بتروحي على الطرمبه هلا ما بقى تدفعي 600,000 700,000 على الطرمبه، بده اياها بالدولار. طيب هالشي بخوف من مال انه منه مقاونا، منه ما في له اطار قانوني يحمل كل. طب يوم انا هالشوفير التاكسي المعتر هذا من وين بده يجيب دولارات؟ بده يجيبه من عند الصراف. عملته اليوم اللي عم بيطلعها هو باللبناني عم تدهور جمعة بعد جمعة. انا هيدا ما عنده اي حماية. اليوم فكرة الحلقة اليوم هو انه نوقف التعامل بالليرة اللبناني ونصير نتعامل حصرا بالدولار، ويكون عندنا بيريد انتقالية، انه منقول خي معكم 3 شهور 4 شهور كل واحد معه عملة لبنانية. اليوم الدولار كيف بتحدد سعر الصرف هلا؟ تتقولين للناس انت خي هالاربع ملايين ليرة اللي بتقبضها بالشهر صاروا هالقد دولارات. هلا في نقطة كتير مهمة قبل ما نحكي عن اي شيء، انه اللي عم بيسمعنا ولا عم بيحضرنا يعرف انه نحن بأزمة، يعني نحن منا بفترة مؤقتة وحنرجع مثل ما كنا، الماضي ما منرجع له، نحن بأزمة ما فينا نعالج وكأنه نحن في عنا مشكلة صغيرة. هيدي نقطة كتير عنا مشكلة جوهرية. يعني كلمة أنه بدنا نعيد الثقة بالليرة اللبنانية هيدي أكبر غلط، وأي حدا بيعتقد أنه ممكن تنعاد الثقة بالعملة اللبنانية ما في داعي يحضرني. ليش بيقول؟ لأنه نحن هون الدكليك بينه وبين غير الاقتصاديين. لأنه بدي لك شغلة بطريقة كتير مبسطة، أي بلد جدا مدولر، انا قلت لك صرنا 50 سنة مدولرين، والعملة الاجنبية هي المتحكمة اكتر من العملة اللبنانية. فالبلد لما بيكون جدا مدولر ما فيك تخلق استقى بالعملة اللبنانية، هيدي قاعدة. فما فيك تغير القاعدة بس لانه انت عبالك تغير او بتتمنى او لانك بتحب العملة ولانه لبنان حبيب او عنده لبنان. طابع فمشاعرنا شيء وواقع شيء تاني. انا بتمنى كون ليرة لبنانية ليرة قوية، بتمنى مشاعري حطها على جنب، انا عم بحكي واقع. اول نقطة مستحيل خط الرجعة، لأنه حتى لما كان لبنان أيام الازدهار وكان عم بيعمل نمو اقتصادي 8 و9% ما كان في ثقة بالعملة اللبنانية. شو بدك بعد لتعمل ثقة؟ الثقة ما بترجع لا فيه ولا فيك ولا بالإرادة، هذا واقع ما بترجع. فنحن بهيد الحالة لما بيكون بلد جدا مدولر وكمان فيد بأزمة وعلم أنه نحن ما فينا نرجع الثقة، ما عندنا كتير خيارات. والخيارات اللي كتير بتطبق على غير بلدان، الخيار الوحيد أنه نستغني عن الليرة اللبنانية. لما بدنا نستغنى عن الليرة اللبنانية يعني يا أما بدنا ناخد الدولار مثل ما هو، نحن معودين على الدولار، فيها تكون اليورو على فكرة بس أنا دايما بحكي دولار لأن نحن معودين على الدولار. يا بتاخد الدولار مثل ما هو، يا بتاخد الدولار مثل ما هو بس بتلبسه اسم لبناني كرمال السيادة، أنه معقول بلد عربي بالميدل إيست موجود ونص الشعب مسلم وتكون عملته الدولار الأمريكي ونص الشعب يقول لك أيوه بيلو لأمريكا وما بعرف شو. فصعبة. ما هلكي هيدي أنا واقع، انتبه أنا معك the main difference فيك تقول أو purpose of currency board الأساس هو لأسباب سيادية، هو هيدا الشيء. كل هول اللي بيقولوا ألوان أمريكا وما بعرف شو هم بكل حساباتهم بالدولار. أنا I know بعرف هالشيء، حتى بيهربوا بالدولار وبيبيضوا أموال بالدولار وكله بالدولار. يلي البلد يلي عنده حساسية من أنه يستعمل عملة الوطنية الرسمية الدولار أمريكي في يستعملها بس تحت غير اسم، تحت غير شعار. اثنيناتهم اسمهم استغناء عن الليرة اللبنانية، وأنك أنت تاخد عملة قوية جديدة، وهيدي العملة القوية الجديدة بتخليك تكون عندك نسبياً أقوى عملة بالعالم، نسبياً أقوى عملة بالعالم منفصلة عن كل الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية والجيوسياسية بلبنان. يعني صار حرب، صار انفجار، صار ضرب، صار قتل، صار مظاهرات، عملتك أقوى عملة بالعالم. أوكي طيب، بس أنا في إلى محاذير هيدي العملية، وأنا بدي مثل ما قلت لك مثل ما بلشنا نقول إنه أنا بدي أجرب حافظ على أكبر شريحة من هالمجتمع، بدي وقف الأذى عنا، بدي وقف الأذى عنا.
يعني اليوم أنا هل وأنا دايما عندي كان هاجس على موضوع المتقاعدين، يعني هالناس يلي اشتغلوا حياتهم 20-25 سنة وصلوا اليوم هن ما عادوا هلأ منتجين اقتصاديا، يعني اليوم اشتغلوا احترق دينهم إذا بدك بالعربي اللي مش أبرح، انحجزوا مصرياتهم بالبنك، اليوم يلي كان تناخد حدا من القوى العسكرية عميد بالجيش، هيدا اللي كان معاشه التقاعدي 3 مليون ليرة كانوا يعطوه 2000 دولار بالشهر، 3 مليون ليرة اليوم صاروا 100 دولار بالشهر. طيب هالإنسان هيدا أو هالإنسانة يلي تنقول استاذي الجامعة يا أختي بالجامعة اللبنانية يمكن صار بعد معاشه التقاعدي أقل من 100 دولار بالشهر. طيب هيدي أنا اليوم إذا جيت عملت دولرة شاملة هالشريحة من الناس كيف بدي أحميهم؟ أول أكيد مش قادرين يعيشوا ب 100 دولار بالشهر. كيس سيناريو البست بست كيس سيناريو إنك تعمل دولرة شاملة أو كارنسي بورد وتحافظهم على 100 دولار. أوكي. لأنه المية دولار يمكن تصير 50 بكرة. حتصير 50 وحتصير 20 ودائما نحن حنحافظ على اللي صارت مش منرجع لورا. يعني أنا لما اقترحت الكارنسي بورد من سنتين كان الدولار 7000، يعني كان هيدا اللي معاشه 3 مليون بدل ما يكون معاشه 100 دولار كان معاشه هلا يمكن 300 دولار وأكتر كمان. فعم بقول لك إنه البست كيس سيناريو إنك تحافظ على المستوى الحالي. وبدو بسرعة. بسرعة. أما إنه كيف بيقدر هالمئة دولار يعيشه للمواطن، هون مش شغلة الكارنسي بورد فول دولاريزيشن، شغلة الفول باكيج مع الـ 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 الإصلاحات، كيف ممكن الدولة تساعد هيدول الفئة وهيدي الشريحة إنه تأمن لها مثلا طبيبة وتأمن لها بدل مدارس أو تزيد لها مثلا مساعدات، بس مش هون الكارنسي بورد أو فول دولاريزيشن هي توقف الانهيار. هي مش عم تيجي هون لحتى تقلك كيف بدي أعيش أحسن، ما هو أنا مجرد ما وقفت الانهيار أنقصتك، لأنه أنت يوم عن يوم معاشك عم يوطى، يوم عن يوم القوة الشرائية عم توطى، أنا عم بيجي حافظ لك على الوضع هلأ. على فكرة إذا هلأ مثلا العالم عم تشكي إنه 3 مليون بتساوي 100 دولار، السنة الجاية حتقولوا يا ريتنا قبضنا هالمئة دولار وعملنا الفول دولاريزيشن أو كارنسي بورد على 100 دولار، لأنه صار الدولار هلأ 200 ألف وصار 3 مليون ولا شيء. الله يطمنك بالخير. 200 ألف دولار أوكي. شو بدنا، مين ما له مصلحة يصير في دولار شاملة؟ إذا عم نحكي هيك أنت يعني هلأ اللي فسرني هلأ أنه وقفنا التدهور التدهور اللا مدار، يعني ما في حدا عم يعمل مانجمنت للتدهور. للأسف وجود بنك المركزي ببلد جدا مدولر ياريت حتى يكون دوره لا شيء ياريت، بس للأسف بيكون مثل عضو الملتهب عم بيكب سموم. لأنه بنك المركزي لما بيكون موجود ببلد عملته غير مرغوبة، كل اللي بيقدر يعمل عليها يعمل انه هو شو يطبع مصاري. كل اللي ما بيقدر يعمل شيء تاني، ما عنده سياسات النقدية المدرسة بالكتب بالورق والقلم وبالكتب لا تطبق ببنك مركزي ببلد مدولر. عاجز بنك المركزي عاجز. يعني يمكن لو مش قصة حاكم، غيروا الحكام، حطوني انا بنك مركزي، ما بقدر اعمل شيء، ما بلد مدولر شو بدي اخترع؟ ما في، ما انا عم بقول ما بدنا حاكم. في شغله جرب يعملها هديك المره ونقزتني شوية انا وبدي اخذ رايك فيها، اللي هو عم بيقول انه بده يردلن الودائعن للبنوك اللي حطينا عنده بالدولار، بده يردلن اياها باللبناني. هلا هون يعني فوتت بيني نقاش طويل عريض لخبرك ليش. لما بتكون الدولره غير معتمده رسميا اسمها ان اوفيشال دولاريزيشن، بيقدر باي طريقه يقول لك انه انا غضيت النظر باستعمال الدولار ولكن انا ما بعترف بالدولار، العمله الوطنيه هي اصلا هي العمله، فانا بدي ارد لك اياها على العمله الوطنيه. اساسا الحلول اللي بتقترحها الاي ام اف، وانا استغربت كيف الاي ام اف قال بده يحافظ على مبلغ بالدولار وبتمنى تصير هذا الشيء، بس لانه انا حسب ما بعرف وانا هون ما بقدر اهزم حكي لانه انا ما بحكي عن الودائع. شو بده يحافظ على شو الاي ام اف؟ على مبلغ انه اول 100,000 مدري اول 50,000 دولار. هلا انا حسب ما بشوف شو عمل الاي ام اف بكل بلدان، عاده بيحول الودائع كلها على العمله الوطنيه، بتمنى تصير بالدولار مثل ما قال. فانا هون ما بقدر يكون عندي راي اكيد 100% بقول لك شو راح يصير بالمستقبل، لانه هذا حسب النيغوشيشن وحسب باتفاقات، مش مثل ما انا لما بحكي عن الاكسشينج ريت ريجيم او نوع سعر الصرف. بس عاده اللي بيصير انه لما بيفوت بلد مدولر بازمه سعر الصرف خلص بنحول كل شيء على الليره الوطنيه، ببطل بقى فينا نحكي بهيدول، لانه وجود هالعملتين هي الاساس المشكل. أوكي. انه في بالحقيقه عمله اجنبيه متحكمه فينا ولكن نحن مش عم نعترف فيها، استمراريه هالعملتين هي المشكله. بدي اخبر نقطه مهمه.
الدولاريزيشن هي كيرس، يعني هي لعنة، أما العلاج هو بالفول دولاريزيشن. العالم شو بتفكر؟ كيف بدك تعالج اللعنة بلعنة أكبر؟ لا، هون في لغط بالتفسير. هون خلقتي لها إطار أنو. لا مش هيك. فول دولاريزيشن معناته على القليلة عملتين، يعني تعدد العملات. الفول دولاريزيشن عملة واحدة. عملة واحدة. هيدي هي. فعلاج تعدد العملات هي عملة واحدة. هل من الممكن هالعملة الواحدة تكون ليرة؟ ولا يمكن. من أصل 190 بلد، فينا نعتبر 180 أو قد نعتبر 190 بلد، من 50 سنة لهلا، هل يوجد بلد واحد في العالم كان جدا مدولر وعالج عملته؟ شوف لي بلد واحد فقط. أنا بدي والله. بلدين ولا بدي عشرة، بدي واحد. فإذا يعني ما عندنا خيار هلا إلا أنه نعمل دولرة شاملة بإطار. أعطيك معلومة أهم بعد. بال 1994 لأيام أف عملت دراسة على لبنان اسمها دولاريزيشن إن لبنان، وقالت إنه حان الوقت للبنان إنه يطبق الدولرة الشاملة بالسنة 1994. عندك لينك عليها هي؟ طبعا فيكم على جوجل تلاقوها، حطوا دولاريزيشن إن لبنان 94 اللينك، وأنا رح حطه بالدسكريبشن. والكاتب اسمه مولر. اوكي. فالمهمه هيدي واحد يقريها. طبعا إيه؟ طبعا، وهيدي مبنيه على دراسه. فزي 94 قالوا اعتمدوا الدولار، وعاملين شيء اسمه عاملين يعني بحثوا او they tested the hysteresis effect نشوف اذا فيها على لبنان فعلا انه تحسن الليره اللبنانيه. هذا لحتى اقلكم انه كل السنين اللي عشناها بلبنان وعم نقول انه لبنان سويس الشرق والقطاع المصرفي، هذا كان وهم. وكل هالاموال اخر شيء وصلت لانه شفتوا انه ما في بلد مدولر يكون عنده عملة، والدليل عملنا 30 سنة عملة طلعت عملة كذابة. صح ولا لا؟ صح. ما فينا نغير الواقع، وما فينا نحن لأنه برغب وبدي أعمل عكس الواقع الاقتصادي. تريبيا، خلينا نفسر شوي للناس الستيب باي ستيب. إذا بدنا نعتمد الدولار الشاملة، شو بدي أعمل؟ أول شيء إن كان اعتماد الدولار الشاملة أو الكارينسي بورد لوحده ما بتصير، لأنه نحن بدنا نكون كأنه أخذنا قرار نعمل إعادة تأهيل لبنان كله، كأنه أنت بيتك مدمر، ما فيك ببيت مدمر ما معروف الحيط من الأرض تجي تقول بدي أعمل مطبخ، بس ما فيك، بدك تعمر كل البيت. فبدي يكون في إصلاحات كاملة شاملة، أكيد اتفاقية مع الـ IMF أوف كورس، لأنه ولا يمكن نعمل شيء اسمه دولار الشاملة أو كارينسي بورد ما يكون في نحن على القليل تكنيكال أسيستنس من الـ IMF. كيف بدنا نعرف تكنيكاليتيز؟ ما بنقدر نعرف، يعني بدنا نحن شو دورهم بالزيت مثلا بغير بلدان عملوا دولة، بغير بلدان قعدوا مثلا بالـ IMF بتقعد على التلفزيونات كتير بتنبه بتعلم تعمل مثل على التلفزيونات انه شو يعني كارنسي بورد، شو يعني دولرة، التيم بدها تدربوا بقى. بقولي بعتقد بلبنان هلا شو يعني دولرة كلهم، كل الناس عم تتعاطى بالدولار، الاكاونتينج مختلف كليا، الاسس لايبيليتيز الديبيك خدي كلها بتختلف على فكره بالكارنسي بورد، يعني الامور شوي مختلفه بصراحه. أوكي. فبدنا تكنيكاليتيز، بدنا تريننج، هن بيدربوا، وبعدين بده يكون في عندك اتفاقيه، يعني انت انه ما فيك تجي تقول بدي اعمل اصلاحات وخلي وزاره الماليه فاسده وخلي الوزارات الباقيين فاسدين. لا بنكون نحن عندنا اتفاق نعمر البيت او نعمر لبنان. اوكي هيك نحن بنبلش بالكارنسي بورد او بالدولار الشاملي. هلا المنيح فيها الدولار الشاملي اذا عملناها هو انه صارت عملتك ثابتة، يعني اليوم كل شيء عم تعملي بريفيجن لبعدين وشو كلفة وكوست وما بعرف شو عم تعمليه على عملة يعني اللي بتتحركه دايما مقبول، عملتك ثابتة ونسبيا هي أحسن عملة، يعني نسبيا حتكون الفايدة أوطى من فايدة الأردن ومصر ودول الخليج، حتكون مثلا نسبيا التضخم دايما أوطى من غير بلدان. ما عم بحكي هلا بعد حرب أوكرانيا وروسيا، هذا اكسبشن لأنه نحن بحرب وشبه حرب عالمية، بس عم نحكي إنه انت نسبيا عملتك اقوى من كل البلدان المجاوره، وعارف عملتك كتير قويه، يعني انت بلد هالبلد الفاشل الضعيف اللي عنده تاريخ كتير بشع على مستوى حروب وعلى مستوى فساد، بس عندك عمله له كتير قويه وفصلته عن كل الازمات. البلد مش فاشل على فكره، السياسيين اللي بيديروا هالبلد هن مش بس فاشلين، فاشلين للاسف، عطوا الاطار كمان. واكبر دليل لهذا الشيء بتلاقي المواطن اللي كتير كواليفايد باسبوره بيحمل اسم باسبور بلد فاشل، ما بيطلع له فيزا، يعني صار كانه هو الباسبور هو البلد فاشل لانه باسبورك عم بيمثل هيدا الشيء، ما عم بياخذوا لك انت كشخص حدا منيح او لا. طيب تريبيا، فاذا اذا بدنا نجي نقول بدنا نعتمد الدولار الشاملي نعمل لها اطار، بدنا نجي نقول للعالم شو معكم اربعة اشهر مثلا، يلي عنده هلا ليره لبناني تعوا اشتروا تعوا بدلوها بدولار على سعر، هيدا مين بيحدده السعر؟
هلا لما بدنا نعمل نيغوشيشن مثلا بنعمل اتفاقيه مع الاي ام اف بدنا نشوف بدهم يعملوا اكيد مثلا نوع من شو حيصير بالودائع. هلا مثل ما قلت عاده انا هم ما فيكون كثير لانه انا ماني بالنيغوشيشن مع الاي ام اف ما بعرف شو عم بيصير من تحت الطاوله، بس عاده بيلجأوا لنوعين من التحويل الودائع للعمله الوطنيه اللي احنا عم نسميها هلا ليرافيكيشن. يا في شيء اسمه البيج بانج ديفالويشن، يعني خلص كل الودائع بنحولها على الليره والانهيار بيكون كارثي اسمه بيج بانج يعني الانفجار الكبير. يا بتنعمل جرادوال ديفالويشن، عاده الجرادوال ديفالويشن بتكون ببلد ذو ثقه يعني بلد عنده ثقه، بلد موثوق منه، عندك اكسبكتيشن بوزيتيف، فيت بازمه مؤقته لاسباب ما خارج عن ارادته. انا ثقه ما عندي هلا خارج عن ارادته، فبيج بانج منه خيار لإلي كبلد. فانا بستب انا يعني بتوقع يكون في بيج بانج ديفالويشن وانا بتمنى اكون غلطانه، فانا هون ما بحكي انا ما نحن اللي عم نحكي هلا بدنا ما بدنا نعمل الفكره اللي عم نطرحها اليوم انه يا خيي اسمعوا شو عم نقول لما نروح على بيج بانج ديفالويشن. ما في انا هون ما بقدر اجي اقول لك شو حيصير بالودائع، الودائع شيء والعمل شيء ثاني. القانون الكرنسي بول الودائع شيء والهيدا شيء ثاني، انتبه هدول نقطتين مختلفين. أنا ما بعالج الودائع إيه. فلا حطي لي الودائع على جنب، هلا عم نحكي فريش ليره لبنان. فيري جود. اذا حطينا الودائع على جنب مثل كيف مثلا المارك الالماني والفرنك السويسري جينا قلنا انه صار عندنا يورو، عندكم فتره لحتى تحولوا الودائع المصاري القديم بالمصاري الجديدة. مثلا نعتبر على 30,000 كين، كل واحد معه 30,000 ليرة، عندكم فترة شهر، فيها تكون فترة شهرين on average هي 6 شهور بتروح بدلك فيك على 6 شهور حسب ايه. عندك حولوا المصاري اللبناني كل 30,000 بيطلع لك دولار. اوكي بتصير هي مثلا الدولار العمله الوطنيه، الدوله بتاخذ تاكسز بالدولار، الدوله بتدفع معاشات الموظفين بالدولار. مزبوط. بس السؤال هو هل يا ترى على ال 30,000 الدوله عندها هالقد دولارات تعطي للكل؟ ما هي ايه لا خلص ما هي هيدي العمله، يعني قديش ما انت بالنهايه ما بتطبع الدولار. مزبوط. انت بتاخذ الاتفاق انه بتشوف اذا عندك اياهم العمله هي دولار قديش. أوكي. انت موجود مثلا في 30 مليار ليره لبنانيه، هل 30 مليار ليره لبنانيه بيساوي هالقد بالدولار؟ هيدول الدولارات حتتوزع. اوكي عرفت علي؟ بعدين قديش قديش فيك انت ما بتطبع دولار، قديش حيجي الدولار؟ حيجي الدولار على قد ما الاقتصاد عم بيطلب دولار. مزبوط. ما في يجي دولار لحتى تعمل انت سد مدري شو فاشل وتعمل كهرباء فاشله وتروح تعمل انت صفقات كيف ما كان، ما وما عندك قطاعات تستقطب دولارات. في سؤالين دائما بيسالون العالم وهو ان اسئله شوي غلط، بيقولوا لك انه كيف حنجيب دولار وبركي ما اجى دولار. طب شوف في شي بلد بالعالم بيستعمل دولار وما كان عنده دولار مثلا؟ اوكي اعتبر في شيء بلد، طب مثلا بامريكا عندك ولايات، اوكي في ولايه متقدمه ولايه خطره ولايه مش خطره ولايه، في شيء ولايه قالوا انا ما عندي دولار مثلا. هلا نحن منا ولايه امريكيه بعرف اكيد احنا ما خصنا بولايه، لا بس احنا داخلين بالسوق العالمي كمان. بس ايه بس ما فيك تجي تقول انه كيف حيجي الدولار، ما هو الاقتصاد نمو الاقتصاد. يعني انا مثلا عندي موظف واحد، لما كبرت شركتي وصار عندي 3 موظفين، على الانتاج 3 موظفين بدي ادفع 3 معاشات، هالمعاشات اللي بدي اصرفها مبرهنة انه في انتاج اكثر شيء بالمقابل. بس ما في اجي اقول اعطيني دولار لانه بدي اروح اعمل شركة كهرباء ما تشتغل فيها او بدي اوظف 5000 موظف شيء ولا مين حيعطيني الدولار؟ ما في. اوكي اما اللي بيقول لك انه طب حنستغني عن البنك المركزي، يعني ما فينا نطبع ليرة اذا بدنا، ما نحن ما فوتنا على الحيط الا هيدا الشيء. اكيد واساسا دول متقدمة ما لها حق تطبع اموال. يعني منين انتم بدكم لبنان يصير متقدم ومنين بدكم يكون عنده الطابع الفاشل انه يكون عنده بنك مركزي ويطبع؟ واساسا بنك المركزي تاع لبنان كان انفيشنت اساسا. أوكي. يعني كل الارجيومون اللي بيطالب بنك المركزي كلهم ارجيومونات غلط. بلبنان اكيد مش غلط. انا ليك للصراحه ما بعت الهم انه كيف بده يجي دولار، لا بيجي دولار لما أكيد. لما تجهزي هيدي الارضيه أكيد. اول شيء وصارت العمله ثابته، لا بعدين نحن شعب أكيد. كثير ديناميكي، يعني بالقليلة السياحة فيها تبلش تدخلك دولارات أكيد. كأول مرحلة ما تنسي نحن عندنا دياسبورا كثير كثير متشعبة وعددها كثير كبير، بقدر بلش أنا أعمل بروجرامات اخلق تبادل تجاري أنا وهالدياسبورا، بدي بلش أعمل صناعة. حكيت نقطة كثير مهمة بدي ضوي عليها، أنه الدولرة الشاملة بتنجح كثير بالبلدان الخدماتية أكثر من البلدان اللي بتنتج وبتصدر إلى الخارج. أوكي. لأنه لما بتنتج وبتصدر إلى الخارج بتكون عملتك كتير قوية فمنها منافسة مع غير بلدان. أما إذا كانت خدماتية أنت بحاجة يكون عندك استقرار عملي حتى تقدم هالخدمات، ونحن أساساً طب بالخدماتية ونحن نعرفنا بلبنان. بس نحن هلأ عم نفكر نعمل شفت من الخدمات، لأنه آخر شيء الخدمات هي لازم تكون موجودة على شيء قطاعات منتجة
بتعملي خدمات لشو يعني عرفتي. سو نحن كتير كتير عم يعني أنا كتير عم بشتغل على ملفات يعني صناعية وملفات زراعية. في فرق بين خدماتي وبين الاندستري يعني إيه الاندستريال إيه exactly. في فرق. هلا نحن ما عنا اللكجري نقول ما بدي أعمل هيك ما بدي أنا بدي لا أعمل بس ما الخدمات هو إيه. هو إنتاج الطبيب exactly. الطبيب ما بكون عالي عن المجتمع مثلا أو الطبيب يعني عاطل عن العمل okay. إذا أنا بعلم بالجامعة أنا بشتغل أنا بنتج يعني أنا عاطلة مثلا لا لا بس أنا العبون بدي كبر هالpool of available dollars يعني هالمجموعة الدولارات اللي عندي إياها أنا اللي عم بشتغل فيها بدي جرب كبرها. رح خبرك شغلي كل الايلاندز اللي كل الجزر هي. أوكي هن عادة الجزر شو بتعمل سياحة, سياحة. كل الجزر exactly. كل الجزر ما رح أقولك 100% بس أقل من 100% بشوي يمكن 100% على فكرة يمكن أوكي كلهم عندهم كارنسي بورد أو دولارة شاملة ليش لأنهم هن هيدا هن بدعوا عم يبدعوا بشيء اسمه خدمات وبالسياحة مزلو. أوكي بالطبيب وبالسياحة وبالرستورنس وبالمطاعم وبالنايت كلوبز طبعا نحن عم ندع بهذا الشيء خلينا نأمن الإطار الأحسن لهذا الشيء على كل حال بالنسبة صغار كمان إنه ما بتحرج يكون صغار. عندهم سنترال لبنان صغير ولبنان صغير ولبنان بلد خدماتي يعني نحن ولبنان بلد قبل كل شيء قبل كل شيء هو أصلا جدا مدولر يعني نحن عنا كل الكرايتيريا لحتى لبنان حكيمه فاسدين عنا كل الكرايتيريا حتى ينجح كتير بالدولار الشاملة بالكارنسي بورد على فكرة هيدا منه رأي خاص ولا رأي وأنا ما بسمح أعطي رأيي بموضوع اقتصادي بخص ملايين الأشخاص وبلد ما بقبل حدا يقول هيدا رأيك هيدا منه رأيي لما أنا بكون كيت بدوكيمنت هالقد في 125 references هال 125 هن IMF World Bank وFed Reserves وأهم الاقتصاديين بالعالم ما فيكم تجي تقولوا هيدا رأيي وهيدا وجهة نظر بعدين هيدا اختصاص وهيدا درس بعدين أنا صلي سنتين وبقول جربوا اللي بدكم إياه كم تعميم صار نزل المصرف المركزي كم اقتصادي قال لك الدولار حينزل وأنا الوحيد قال لك ما بينزل ليش ما نزل لأن أنا ما بحكي حسب رغباتي وحسب رأيي بيقول لك قال في حكومة جديدة خي شو خص الحكومة بالدولار نحن منا بأمريكا انت اقتصادك بالأرض يعني نحن منا بأمريكا هيدا الحكي اللي عم بيحكوه على فكرة الاقتصاديين عم بيحكوه عم بيحكوا صح بس عن بلد الغلط ايه أكيد طيب النقطة اللي هلأ كتير مهمة انه نفرجي شو هي نحن عم نقول عنا خيار من خيارين يا اما big bang devaluation يا اما full dollarization ما هيك مش خيار انا عم بقولك التكنيكاليتي تبع IMF عادة IMF شو بيعمل هلأ مثلا IMF فيكم تشوفوا الدوكيمنت كمان موجود أونلاين بال2019 بشهر 11 كان عامل دراسة طويلة مفصلة أنه كيف ممكن بشهر 11 وقتها نرد الودائع بوقتها كان الدولار تحت 3000 ليرة فكان هو معتبر أنه حنحول كله على اللبناني أوكي على 3000 ليرة وكان عم بيشوف في 3 سيناريو كيف بيحافظ مثلا على ودائع الكبار أو الصغار وإذا ردينا هالقد أو هالقد يعني كان بوقتها أقل من 3000 ليرة وإجا قال شو رأيكم نحول الودائع على الليرة على 3000 القصة أنه كل ما تأخرنا بالوقت كل ما ليش ما قبلوا برأيك ليش ما قبلوا السلطات المحلية أنه نحول على 3000 ليش ما لأنهم ما بدهم يعملوا أي نوع من الإصلاح لأنه ما في شيء اسمه ودائع بلا إصلاحات برجع بقول ما فيك تقول بدي ظبط المطبخ ببيت مدمر كان عنده الدولارات يرد للناس على 3000 أنا ما بظن بوقتها يعني بوقتها ما تنسى أنه كان كتير بشهر 11 كان كتير أقل من 3000 يعني أنت كنت عم تعمل ديفاليوشن كتير كبير يعني كان وقتها الدولار بال 1700-1800 لحد تطلع على 3000 كنت عم تعمل ديفاليوشن كتير كبير نسبيا إيه. صح ولا لا مثل كأنه هلأ عم بقلك الدولار على 30000 رح نعمله هلأ على 60,000 أو 70,000 لكن بتعتبري شوية أنه في سوء نية من قبل رياض سلامي بموضوع وقف الانهيار تا يسكر ديون الدولة للمصارف بمصاري صارت بلا قيمة بس بنفس الوقت عم بياخد المجتمع كله على يلي بيقلك انه ما في استغلال بيكون غلطان اكيد في استغلال لانه نحن هلأ بفوضى فوضى قانونية فوضى قضائية فوضى سياسية فدايما بالفوضى اللي عنده صاحب التوقيع وصاحب النفوذ بيقدر يستغل بأقصى درجة بأحسن طريقة لأنه عندك فوضى يعني شو فيك يلي ضرب ضرب واللي هرب هرب ما حدا بيحاكمك أنت بفوضى طبيعي يعني طبيعي لأنه ما عندك بس شو تبعات هالشي اللي عم يعمله
يعني هذا اخذ المجتمع على اكثر من انهيار، يعني اخذين على فوضى اجتماعيه. قديش سكر ودائع بشيك بنكير 10 و15 و20%، سكرهم محيهم. يعني انت سكرت، انت عملت براءه ذمه للبنك على مبلغ مثلا 100,000 دولار وانت سحبت بس 20,000، انت برأت البنك ب 100,000 دولار. اعتبر قديش سكر حسابات بهالطريقه وبرأ حاله وبرأ المصاريف. هيدا هو مراهن بالوقت. بس بدي اقول لك نقطة، بس الوقت مش عم بيلعب لصالح. بس بدي اقول لك نقطه كتير مهمه. الوقت ما بيلعب لصالحنا لنقطتين، وانا دائما بقول هالحكي، دائما بقول هالحكي. اول شيء، اي حل اقتصادي لما بيجي تو ليت ما بقى بيكون حل. مظبوط. يعني هيدا ما في، ما فيك تجي تقول ميوفو تاخكو جميل، لانه كل حل بده يكون عم بيناسب بلد ما بوقت ما. دكو. اوكي، وهيدا دائما انا شعاري بالاقتصاد، دائما نبلش فيه كل برزنتيشن، انه لا يوجد حل واحد يناسب كل البلدان وكل الازمان. 100%. اوكي، فكل ما تاخرنا كل ما الحلول كانت مطروحه قبل قد تكون مثلا غير واقعيه. اما الكرنسي بورد دولاريزيشن، هذا منه حل، هذا واقع، هذا اجباري مفروض، هذا مش قصه حل. بس عم بحكي عن حلول تانية، مثلا نوع من الخصخصه او الكهرباء او الطرقات او كيف توزيع المصاري او المعاشات والتوظيفات. هدول الحلول هي نيغوشيبل او تتغير، تكون كاستمايز تتغير. عندك نقطه تانية، كل ما تاخرت نجاح المفاوضات مع الاي ام اف، كل ما نسبه النجاح المفاوضات ضئيلة جدا جدا. لهيك حتى بعز دين القراءة، أنا شي عم بقرأ إنه الأي إم إف اجتمع مع الدولة اللبنانية واتفقوا على كذا، بقلك إنه ما رح يمشي الحال. من وين جايبة هالتأكيد أنا إنه ما رح يمشي الحال؟ من وين؟ لأنه في دراسة عملت للأي إم إف بال 2019 بدأت تشوف ليش في بعض البلدان بتفشل مع الأي إم إف وبعدها بتنجح، شو السبب غير إنه في بلدان متقدمة وغير متقدمة. طبعا بلدان متقدمة بتنجح أسهل مع الأي إم إف لأنه عندها الأسس، غير البلدان الفقيرة. شو السبب الأساسي غير هالشي؟ السبب الأساسي هو مش حتى التخلف عن الدين، هو تأخير الكونسيشنال بروجرام يلي هو تأخير المفاوضات مع للحلول. كل ما تأخر الحلول مع الاي ام اف او مفاوضات او اعادة تأهيل، كل ما أو صرنا بوضع مزري، كل ما نسبة نجاح المفاوضات بتكون ضئيلة. نحن تأخرنا اكثر من 2.5 سنين، شو متوقع انت نسبة النجاح؟ فلهيك كل واحد بيقول لك اذا عملنا اصلاحات واذا اجوا حكام جديد واذا في نرجع ثقب العمله اللبنانيه، فانا بقول لك اياها ان شاء الله لو جبت ملائكه بجوانح يسيطروا على الدوله اللبنانيه، اللي الثقب الليره ما بترجع، لانه هل اذا 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 بتطبق بغير بلدان، ببلدان غير مدولره، ما بتطبق ببلد مدولر. طيب اذا فشلت المفاوضات مع الاي ام اف، حنضلنا نحن بالازمه، نحن بنضلنا بالازمات على طول، بضل الدولار عم يطلع. البلدان المدولره اذا ما غيرت عملتها فيها الازمات تضلها سنين وسنين وسنين وسنين، عشرات السنين و20 سنين و30 سنه بتضلها ما بتعمل اوتو ادجستمنت، ما بتنحل. طيب يعني عشان هيك انا بقول لك شغله، انه توتا رح تنعمل الهارت باك، الدولار الشامله او الكرنسي بورد رح تصير، بس بدل ما تنعمل على دولار 30,000، الله بيعرف. برافو عليك. بدل ما تنعمل اليوم على الدولار 30,000، يمكن تنعمل سنه جاي على دولار 200,000 او اللي بعد على دولار 500,000، بس حتصير كارثه. يعني تو وتا حتصير، والدليل يلي راهن بالكارنسي بورد بال94 بالاي ام اف بعد 30 سنه هلا عم يرجع ينحكى فيها. يعني تو وتا 30 تاخرت قديش؟ 30 سنه عم تاخري. بليز ما تنسي تبعتي لي اللينك تبع 1994 ستدي لنحطها. أكيد. كمان باللينك بالديسكريبشن تبع هذا الفيديو. طيب بدي اشكرك كثير، كتير نيرة وكتير واضحة، يعني بالنسبة لي بتأمل أنه الناس كتير فهمت، حاولت كتير تكون بسيطة بالشرح، بس الموضوع صعب كتير، بس شيء كتير صعب. يعني بيج بانك ديفالويشن، يعني أوكي حلو اسمها بيج بانك ديفالويشن، بس هيدي يعني الواقع صعب. الواقع الأرض تبعها، في ناس بدها تموت من الجوع، في ناس رح تقعد على الطرقات، في ناس ما بقى رح تقدر تدفع أجاراتها، ما بقى رح تقدر تشتري أكل، يعني شيء كتير كتير معرفة. فإذا اليوم نحن هلأ لازم نقول أنه اليوم قبل بكرة لازم تقروا الدولة الشاملة، وبعتقد مثل ما فهمت كمان من حديثك أنه الطبقة السياسية ما كتير بهمها الدولة الشاملة. أنا بدي أقول شغلة، أكيد ما بهمها. ليش؟ تعريف الدولة الشاملة أو الكارنسي بورد، لأنه ما بقى عنده بالنسبة للأي أم أف، بالنسبة للأي أم أف كمان بدوكيمنت 2001 عملتها، تعريفها بتعرف شو هو؟ The most rejected system by corrupt politicians. أوكي. أكتر نظام مكروه
ومرفوض من السياسيين الفاسدين. الفاسدين ليش؟ لأنه هو أساساً نوع من السينونيم لإلهم هو ديسيبلين بروغرام، يعني نوع من السينونيم. يعني فيك بدل ما تسميه نظام سعر صار فيك تسميه شو؟ سيستام ديسيبلينير، يعني ديسيبلين. أوكي؟ فيك تسميه ريفورم. ما هو أساساً شلت من إيدهم كتير ألعيبة بيقدروا يعملوها بالقطاع المالي، ما هيك؟ مش إن هيك يعني ببطل في عندك إمكانية إنك تدين الدولة أو تدين من المصارف، ببطل عندك هالإمكانية، ببطل عندك إمكانية طبع أموال. يعني بكل بساطة ما في شيء اسمه صلاحيات استنسبية، يعني بدك تضطر تشتغلي وتستقط بدولارات لحتى تمشي الاقتصاد تبعك. مظبوط. بدك تكون كتير efficient، يعني ما بقى فيني وظف أنا توظيف انتخابي ومجبور تاخد تاكسز، ومجبور مش بتاخد تاكس من المعتر والغني ما بتاخد منه تاكس. مظبوط. أوكي، بدي حسن جيبيتي كتير يعني. طبعاً بتصير كلها إلكترونيك طبعاً. ولما بتكون أنت عارف أنه الخدمات هو أهم كل شيء، حتأمن الكهرباء غصب عنك، وحتأمن الأمان، وحتأمن الترانسبور للكل، بدي مصلحة تعطي كهرباء لأنه بدك تقبض من الناس. شفت ليش هو اسمه ديسيبلين بروغرام؟ طيب، نحن رح منكمل العادة عنا إياها بممكن مع كل ضيف بيجي لعنا، بس تخلص الحلقة دايماً نهدي ايتم من شيء الحملة اللي عاملينها اللي اسمها The Green Glass Recycling Initiative، اللي هي الحملة الوطنية لإعادة تدوير الزجاج، لأنه كمان بالصناعة اللي عم نسعى عليها لأنه نرجع نحيي شوية صناعة الأزاز بلبنان، لأنه نحن بنعمل مربى بس بنستورد المرطبين تبعنا يا من تركيا يا من سوريا، هذا شيء معيب. بقى بحب اهديك هيدا الفاز، هيدا موديل جديد عاملينه بالانيشيتيف. ودكتورة ليال منصور، ميرسي كثير على حضورك.